دلوقتي احنا عايزين نعمل امنيه حسن، نعملها لك فين بس امنيه بجد؟ ما لاحظي ان الحسنه اللي هتبقى عندك هتبقى عندي. فهنا طب كده هنقي في حته لذيذه هنا هنا هنا. هم ده فيديو ياما مش حسنتي شاسمين صبري. يلا والله لا عندي حسن فين عندي لا اهو اهو يا ماما اهو يا ماما يلا المهم ماما اعمليها هنا بقى. لا هنا. طب اصبري يلا يلا انت جنبك الشمال حتى جوعيني اعملي كده. بصي منو ايه ما تكبريش قوي ايه هم حبيبتي بيقولوا عشان تبان في الفيديو عتبان. طيب ثاني مش عشان خاطر ندى ما نكبرش بقى ده احنا ايه نخليها ظاهره خالص عشان ندى تعمل نفس الحسنه. يلا ثواني بس كده ثواني بس نكبر شويه. انت هتطلعي بنتي في الاخر؟ شول 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 ام تلتقي بنتها بعد مرور الوقت. بس دورت على بنات كتير انا في الفيديوهات. انا مفيش بنات كتير انا دورت. انت ياما تهتي مني يا امنيه ياما. هي وغزه في البيت الله حلو البيضه دي. ده انت دي مش حسنه استحاله. هم هم عايزين لحمه عشان تبان في الوش يا ندى مش بالكبر ده. خش انزلي انت انا وشي كبر فبقى هيصغر. انزلي اسالي انزلي اسالي حد. بصي يا جماعه انت اعمل لك انا ولا تعملي لنفسك؟ لا هاتي يلا تفضلي جنب الشمال هنا. شفتي 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 بقى انا عايزه التلفزيون هتشوفي اصلا. اعمل لك نفس هو انا معلش اسفه هعمل لك ايوه عشان اشوف كنت بتسامي البيضه معلش دي كده دي دايره لا بتاعتي مدوره ياه لا دي كده دايره بالطول بتاعتي طوله بالعرض. انت عايزه ايه؟ انت بوز دي بوز دي بتاعتي مش ببوز. خدي كمليه لو طولت عن كده. لا بصي يا ماما استني نجيب وايبس دلوقتي نظبطه ده مش مهم بس دلوقتي تعالى بس نعمل كده. استني بابا استني بتاعتي طويله شويه كده استني هنجيب وايبس دلوقتي ونمسح ايه. لا خليها عادي. ببوز ليه يا ماما؟ الجو حر. ايه ده الحسنه بتسيح؟ وريني يا ماما انت هتلتقي ببنتك يعني عايزه حسنه النبي كنت بخلي فارس تكتب الواجب ايه؟ عطلتون يا ناس عطلتوني. انزلي قولي لهم تحت في التصوير انتوا عطلتوني حبيبتي. بعد ما بنطلع احنا بنطلع الساعه 4:30 5 بعد ما نطلع مش عارفه اعمل ايه ولا ايه والعيال بتنام مني. ما والله انا عندي نفس انا يزن كل ما يمسك الكتاب ينام. طيب بس انا اجيب لك وايبس. ايوه امسحي ايوه نفس الحسنه ام تلتقي ببنتها في مكان نفس الحسنه بالظبط. اتفضلي. القلم ده كنت عارفه بستعمله من امتى؟ امتى؟ لحد دلوقتي والله بس انا بحب ارسم بيه تحت. انا بحبه كتير. او اعمل شعره. انت عارفه انا عندي كام واحد منه؟ طب اقول لك انا بستعمله من امتى؟ بس إمتى؟ انا بستعمل القلم ده من وانا عندي 15 سنه. يس كنت هقول كلمه يا فاشله يا فاشله يا فاشله. انا عارفه انا حطيت اول ميك اب لوحدي كان امتى؟ كان عندي 22 سنة. 22 سنة. 22 سنة. 22 سنة بحط ميك اب بدأت احط ميك اب بدأت مش 15 كنت بتعملي بيه ايه حواجبك؟ انا حواجبي يا طنط روشة بنتك بتحط كحل وانا هي عندها 15 سنة. لا ما هي كانت سامحالي عادي عشان كان صحابي كلهم بيحطوا. سقفوا لأمها سقفوا بنعمل من وراها. لا انت جدع اعمل قدامها صح كده. مالك اسلكلك ضرب بوز اسلكلك ضرب بوز ليه؟ ماشي ها ما تعرفيش اصلا الميك اب ده بدا ازاي؟ ايه؟ انا نشرته وانا صغيره عشان اتحجب ان يجيلي ادوات مكياج اتمكش بيها. وحقيقيه مش قلابه حقيقيه. خدي صوتي سامع كلامي في الموضوع بس سامع كلامي في البيت بس. طب جدعه مره مامتي راحت النادي وسابتني في البيت وانا كنت المفروض هروح مع بابا. استغلت ان ماما مش في البيت رحت حاطه هنا. وهنا مين شافني؟ مين؟ بابا. قال لك ايه؟ بنتك حطت مكياج وهي نازله. اوه ابوكي بيفتن؟ ده بدل ما هو كان يجيبك من شعرك؟ لا ده المفروض كان يجيبك من شعرك. هو يا بنتي بابا كان صاحبي. كان صاحبك. صاحبك ده مين؟ ثانية ثانية اللي عاملها البوم. صاحبك ده مين؟ بس كده يلا روح شوف الفيلم حبيبتي بتاعي. ايه ده انا نسيت. يلا ماما يلا بيا انا بحكي لك قصة حياتي دي. انت حكيها لي قبل كده 50,000 مرة. يما ده انا ماضية على كتاب حياتك اصلا. ومعايا وايه دلوقتي يا جماعه يزن هيعمل معايا لقاء. يلا ومعايا احلى. اهلا وسهلا ازاي حضرتك؟ قولي اي حاجه للجمهور بتاعتك. اقول ايه؟ قولي اي حاجه. اقول اي حاجه للجمهور؟ قولي يعني اغني مثلا؟
غني اغنيه اللي انت بتحبيها. اي اغنيه؟ طب ممكن حضرتك تقولي الاغنيه اللي انا اغنيها؟ لا قلت اغنيه اللي انت عايزها. لا لا اختار لي حضرتك اغنيه. ممكن تختار لي اغنيه لو سمحت؟ تعرف تغني اغنيه مسلم؟ بتاعت ايه؟ مسلم. مسلم مالي اغاني كتير. ايه الاغنيه بتاعت مسلم؟ ها؟ طب تعرفي تغني يا بنات يا بنات؟ اعرف. بس انت قصدك اتنسيت؟ لا غني يا بنات يا بنات. يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات مش بعش من الحنية ولا دقش الحلويات، حلوة الايام في عينيا علشان خلفت بنية، ولا شفت الارض تهدت ولا ملت الحيط عليا. يا ولاد يا ولاد يا ولاد اللي ما خلفش ولاد مش بعش من التنطيط والحنية والقمر كلها. والله القمر كله، القمر كله. يا دان شكرا. تفضل سألني سؤال تاني. ممكن اكل لبة؟ لا شكرا حضرتك. انا لكم جد. اتفضل حضرتك، اتفضل كمل. بس كده، باي مع السلامة. باي مع السلامة. هو ده. وفي نهاية لك انا سوري بس هشتغل مذيعة. بص يا جماعة، بص حضرتك يا ابني اهدى بس مش عايزة. وفي نهاية لقاءنا اعزائي المشاهدين، يا رب يكون البرنامج بتاعنا عجبكم، ولو عجبكم متنسوش تعملوا لنا لايك كتير وكومنت وفعلوا زر الجرس واشتركوا مع ايه احلى وسندريلا غزل وصلونا 2 مليون. ومش هقول لك حاجه، استنى ما تاخدش الميكروفون مني، سيبني اخد فرصتي الميكروفون. بس كده يا جماعه، وان شاء الله يكون هادي. ايه ده؟ وان شاء الله يا جماعه تكون الحلقه بتاعتنا النهارده عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير. ينهار يا ابني، خلينا نكمل البتاع يا ابني وخدوا بعد كده يا ابني. لو عجبتكم الحلقه ارحمنا. لو عجبتكم الحلقه استنى بتقولي، لو عجبتكم الحلقه اشتركوا في القناه معايا احلى وسندريلا غزل سلوم. 2 مليون مشترك. ايه 2 مليون مشترك؟ ايه باي حشوية. ما هو اللي بتحرقني اللي بتبيع ماشي او لعب شو عند المجر ما بتبيع لعب وكمنزه يعني تشوفها صدفة حاجة. تعالي نشوف منها. شوف يا بولك. ما كلها تمشي بس هون. حكي انا نشوف منها. شوف يا بولك. 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 اكس او على الورق بتاع التصوير سيبه. ده انا المديرة بتاعت المدرسة. سيبها ما تزهقناش. بصوا دلوقتي يا جماعة، انا عايزة اقول لكم حاجة، انا زهقت اقسم بالله. زهقت. زهقت من دي وزهقت من دي. ودي بالذات. ولا من دي؟ بدي ودي. طب بصي بقى. انا زهقت، انا هعمل ايه دلوقتي؟ حركة جامدة. بص افرماتك ماشي. بص يا غزل حاجب لك الناحيه. بلعبوا اكس او ها؟ ماشي. انت بوظتيها غزلة. لا ايه ده؟ يعني انت بنت ايه تنصبي؟ بنت ايه تنصبي؟ يعني البنت ضربت قدام. يا بنتي احنا السيطرة هنا. بتعمل ايه؟ بتلعب اكس او. هي خسرنا. هي بتكسب. هي بتكسب في الاكس او. هي خلصت الاكس او. والله العظيم لا قلنا مستر احمد ورق الشغل باظ وندى مراتك اللي بوظت. دي واحده قوي. يلا الفيديو ده يشهد على فكره. هي بتقولي حاجه يا حبيبتي؟ ما بتكلمش. اكس اديني واحده او. اكس اديني واحده او بقى. ما تغششليش انا عارفه. اديني واحده او. ايه تليفون؟ ايه؟ طلع حاجة كمان بنتك طلعت حاجة. انت تليفوني كان القلم كان هيك. صباح الخير يا ندوسي. صباح الفل. ايه يا صاحبي انت نايم ولا ايه؟ اهلا 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 وسهلا. ايه ده؟ ده ايه ده ان شاء الله؟ ده مين ده؟ بنت والله كسرها على دماغي. مين ده؟ انا بصراحه الدوبه اللي انت لابسه ده بتفكرني بعمتي. اوبا انا عايش ومش عايش ومش قادر على وضعي. قربوا بس من بعض شويه عشان مش عارفه اجمع ال يلا يلا يلا. كان لابس عليها اسكيب صح؟ اسكيب. وين الايس؟ لا وبعدين كان اصلا تركويز، يعني تركويز في اسود في ابيض. يلا 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 يلا. عايش ومش عايش ومش قادر على بعضك، ولا عارف يوم انسى ولا عايز حبيبي بعد. ايوه ايوه. دلوقتي انا كنت طالعه على السرير انا وبنتي. ها اللي هي طبعا وقفتها وهزقتها. ليه؟ كيفي كده؟
بنتي فوق اعملها ايه؟ وصلت عند الحاجه يعني قلت له لو بنتك كده جنبها ومسكتني بدلتني ما لسه ما اتكلمتش. لا انا بدي مؤشرات حاجه ده في هنا عنصريه ما بحبش العنصريه. لا دلوقتي اصوله اخده ابرتين في رجلي يا حياتي انتي لسه هناخد تطعيم. لا استني 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 تقعدي جنبها 3 ايام مش عايزين نشوف وشك بالاخر. جابت لك الاخر هي انا مجربه بس ده نص مرتين انا مجربه وانا مع صالح مرتين وانا مجربه مرتين بس هقول لك على حاجه بقى في المرتين غزل تعبت ويزن ما تعبش. لا انا كانت فوق فيروز مش قادره تمشي وحياة كانت بتعب. انا غزل كانت بتمشي قعدت يزن كان بيحاول ان هو يمشي لسه ما مشاش. لا يعني غزل لا يا بنتي غزل كانت بتمشي ما بقتش تقدر تتحرك ليه بقت أيوة. تحبي بقت تقعد ومش قادره تقوم. ده انا هحترمك عشان انت كبيره. هل ينفع تكلمي بس وحش؟ لا طبعا تقول لي خلي بالك مثلا اصلا يعني انا مثلا لو هند اصلا انا هقول لك انا لو هزقتها دلوقتي المعلومه هتخش جدا لو اتكلمت براحه هتعدي في القلب الاول ولا جت تطلع. ده انا عايزه اقول لك على حاجه بقى حاجه جديده ان كل الناس كده دلوقتي بتهزق كل يعني انت لازم تصبحي الصبح بتهزقي عشان تفوقي كده. يعني انا يزن ده طب اقول لك على حاجه اقول لك على... يزن ابني ده حبيبي يا سلام قاعد فوق مثلا يزون يلا عشان نكتب له مود عايز انام ده لا مش اشيله كده هو من قفايا اجيبه من على السرير يقولي طب خلاص خلاص ماما خلاص ماما خلاص. حاجه انا بقيت ماشيه بشبشب في ايدي ربنا يخليك مش جنبي انا شبشب قاعد جنبي على الطاوله سلاح الام بيو صغيرين. طب اقول لك على حاجه انا اول امبارح غزل مش عارفه عملت لي ايه انا ضربتها ضرب مش متخيله ان انا اضرب غزل وشتمتها شتيمه مش متخيله ان انا اعمل كده مع غزل. بعد كل ده بيتعدلوا. طب اقول لك حاجه الشبشب ناقص على كتفه سلسله والبسه شنطه. بس برضه خلاص في الموضوع من الاول. ايه دلوقتي لو يعني انت زعلتي؟ لا زعلت انت هتفرق معاكي زعلت قوي انت هزقتيني خلاص. مسالمة انا مش قاعده؟ ايه انا قاعده ولا كبرتك انا بكلمك انت زعلتي؟ لا يا اختي ما بزعلش. والله خسرت فيك اللعبه اصل عارفه قلت لك انا زعلت ليه لا 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 اختاري يلا حاجه حلوه هي اختاري الجديده ايوه بصوا يا جماعه انتوا عارفين حاجه حلوه دي انهي اللي هي جابتها لي لما كانت بتفتح التليفون لما عامله لي التليفون سربرايز يعني مش بقول لكم ان هي جايباها ليها هي واخوها. بصوا يلا 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 ها اصبري بقى انا صابره انا اتكلمت اصلا هاخد دي واحده من دي اوكي هاخد بتاعه اخويا مش لا والله ابدا حاجه اخوكي مش تاخديها دي ورجيني اوكي لا ده واحد ده واحد ماشي طب يلا خد ده تعالى يا زين بس يا جماعه غيروها برده ستول لا دي بتاعتي مش ترتيب معلش حاجه كده لا دي اللي بتفرقع من جوه بفكر اخدها انا لا طبعا بهزر كده يا غزل بصي حاجه حلوه كلها على الارض ازاي دي كلها شيليها يلا مش انت تديها تاخديهم لا في واحده كمان انا عايزه ادوق ده استني بس عارفه الجيلي اللي جواه بتاع دي المارشميلو اللي جواه بتاع بين طيب يلا لو سمحت عشان يلا خدي بقى يلا استني طيب فراوله في واحده كمان يلا عشان يتلم مع بعض لا يلا بقى كفايه كده قوي كفايه قوي لا استنى كفاية نو 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 الشيبسي في الكيسة التانية الشيبسي في الكيسة التانية والله الشيبسي في الكيسة التانية كل ده كل ده ده واحد ثلاثة طب يلا